شغفه وحبه للفن والتحدي وصلوا انه يقوم بصناعة سيارات من اعواد قش البوزة باشكال وقياسات مختلفة. هو وسام رعد شاب لبناني من حصبية بيعيش حاليا بالكويت وبيعمل بقطاع المطاعم بعيدا عن الفن، لكن هالموهبة قدرت تشده من سنة 2002، فعمل اول شيء على سيارات من كرتون، لكن طورها وانتقل لعيدان القش. فسافرت معه ليصير عنده من سنة 2009 لليوم 9 سيارات بقياسات مختلفة، عامل على أدق التفاصيل. صرت طور بحالي شوي شوي، أعملهم نماذج من كرتون مجسمات، أعملهم تحكم على ريموت كنترول. من سنة 2009 صرت حب اشتغل شيء أحلى من هيك، يكون في دقة وفي إتقان أكثر من هيك. صرت اشتغلهم لسيارات من قش بوزة، لزقهم ببعضهم بتلزيق سريع، بستعمل عدة بسيطة يلي هي مقصش حالي، شفرة، مقدح بطارية. الوقت لكل سيارة بيختلف حسب التصميم وحسب الحجم حسب المواصفات والتفاصيل اللي حاطتهم فيها. هو طولهم بحدود 45 ل 50 سنتي، ياخدين بحدود 3 أشهر شغل. من وراء كمان نفس المبدأ فيها السيارة، نفس مبدأ الشغل بيشتغلوا فيها من قدام، بيشتغلوا فيها من وراء. وآخر شيء بوصل للنص للسطح لحد حدد طول القزاز القدمان وطول القزاز الوراني مع عرض السطح السقف تبعه. بس انه بتختلف هاي، اخذ شوي وقت زيادة اكتر، لان مثل ما شايفين في خشب جاي برا لف، يعني كنت انقع الخشب من قبل بيوم بمي، وتاني يوم صير نشفه على النار وبتصير الخشب يليني بين ايدي لحتى اقدر ادويه مثل ما انا بدي ولحتى تركب محلها مزبوط. قدي فيه قرب للسيارة الواقعية بالشغل بقرب عليها. مثل ما شايفين التفاصيل بهالسيارة من جوا، يعني البنوكة مع الدركسيون متحركين فيها، الفيتاس شفتات ورا الدركسيون تبع الإشارات والمساحات، الدعسات تحت، فريم الإيد هاي للمنفضة ومحل الكبايات، الأسديات، هاي الشاشة هون تفتح وتسكر، هاي طبلو يلي جنب الشوفير. هاي السيارة اخذت بحدود 7 لحد 8 اشهر شغل، وبعد بدأ شوية شغل الدواليب وركبنا القزازات وكيف. بعد اخذنا بعد بحدود السنة لتكون خالصة كاملة مكملة هاي السيارة. ونقدرت في مشروع تاني اضخم من هيك، يلي هو مانا نعمل سيارة حقيقية بالحجم الطبيعي مع تصميم بيكون مميز من الداخل ومن الخارج وتقنية عالية وأداء عالي بيكون. بس هالمشروع ضخم، بده دعم مادي وبده دعم قانوني. طموح وسام ما بيوقف هون، عم يعمل أكتر وأكتر ليقدر يقدم سيارات ضمن معرض يقدر يشوفه كل الجمهور.